أكد رئيس السيسي أن قلة القدرات لن يقف أبدا أمام إرادة لا تلين من أجل تجاوز التحديات. وأضاف رئيس السيسي أن الدولة نجحت في حل العديد من المسائل عبر المبادرات مثل مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة فيروس سي، فضلا عن قوائم الانتظار والتي لا تشمل علاجا طبيا عاديا بل علاجا طبيا ضخما يشمل عمليات جراحية كبرى في المخ والأعصاب والقلب والمفاصل. حلينا مسائل كتير بالمبادرات، مبادرة 100 مليون صحة اللي تكلموا عليها، مبادرة الفيروس سي اللي بنتكلم عليها، دي كلها استهداف لتحديات بعينها لما نتجاوزها تحطنا في حتة تانية خالص. وخليني أقول لكم، القوائم الانتظار اللي اتكلموا عليها هنا، أنا مش بتكلم على علاج طبي عادي، أنا بتكلم على علاج طبي ضخم، بتكلم على عمليات جراحية كبرى في المخ والأعصاب والقلب والركب وكل ما تعني هذه الكلمة. لما عرض الموضوع دوت قلنا لا، إحنا هنستهدف قوائم الانتظار ولن يكون في مصر قوائم انتظار.